صباح الخير يا أحبائي، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا وأتمنى أن أراكم في أقرب وقت ممكن. اليوم سنبدأ درس جديد عن اللام الشمسية واللام القمرية. أولا، للتعريف هي عبارة عن حرفين، الألف واللام. تتصل ال مع الأسماء فتحولها من نكرة إلى معرفة، مثل قلم القلم. وأود تذكيركم يا صغاري أن تنوين الضم لا يلتقي أبدا مع ال التعريف، فيتحول من ضمتين إلى ضمة واحدة. والآن سأخبركم قصة عن الشمس والقمر. ففي يوم من الأيام اختلفت الشمس والقمر، كل منهما تريد أن تصبح للتعريف صديقته. احتارت للتعريف وسألت أصدقائها، من أختار، الشمس أو القمر؟ قررت للتعريف أن تقسم الحروف البالغ عددها 28 إلى مجموعتين، واختارت لكل مجموعة 14 حرفاً. القمر، حروف ال القمرية. هيا معي يا صغاري، أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي. اللام القمرية تكتب وتنطق ودائما تكون ساكنة، عدد حروفها 14 حرفا. هيا بنا نكررهم، أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي. الشمس، حروف ال الشمسية، ت ث س ش ص ض د ذ ر ز ل ن ط ظ. اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، وهي خالية من الحركات. الحرف الذي بعد اللام دائما يكون مشدد، مثل الشمس، السماء، التفاحة. والآن هيا يا صغاري نصنف الكلمات التالية حسب نوع اللام. الباب، الباب، هل هي لام شمسية أم لام قمرية؟ الباب، أحسنتم، هنا لام قمرية. الديك، الديك، هل هي لام شمسية أم لام قمرية؟ هيا يا صغاري، الديك، أحسنتم، لام شمسية. السماء، السماء. الكتاب، الثوب. القلم، القلم. الولد، الصندوق. الجمل، الطاولة.